بسم الله. دلوقتي انا هعمل ديتيل في برنامج الارشيكات. ليه هعمل ديتيل؟ ممكن يكون انا عايز اكتب كلام على تفصيلة معينة او حاجة معينة، وعايز اوضح كذا نقطة او كذا حاجة. فلو انا عملتها في قلب البلان كله هيبقى متلخبط ومحدش هيبقى فاهم حاجة من اي حاجة خالص، هيبقى كل الكلام فوق بعض، تمام؟ كأنك راكب اتوبيس 35. فانا ممكن اعمل ايه؟ اجي من ديتيل هنا في قلب الدوكومنت بلاقي ديتيل. لاحظ ان انا هنا في قلب النافيجيتور ما عنديش ديتيلز لغايه دلوقتي، هقول له ديتيل، بلاقي اداني شويه اختيارات، تمام؟ بيقول لك مثلا عايز تعملها جيومتري، تبدا ترسم اي شكل، او عايز ترسم مستطيل، او عايز ترسم حاجه بالشكل دوت، هترسم مثلا خط وبعد كده تبدا تحركه كده، تمام؟ اه، وبعد كده ببدا ادوس يبدا يكتب لي الكلمه اللي انا عايزها، والديتيل هتظهر معايا هنا. طب لو انا عايز اخصص الاختيارات ديت، تعال ندخل في الديتيلة. اي طيب، هدوس كنترول تاب عشان ارجع للبلان الاصلي. لو انا عايز اخصص الديتيلة هدوس على الديتيل مرتين، بيقول لي الريفرنس اي دي، عايز الرقم بتاعك يبقى كام، تمام؟ هو اوتوماتيك ما دام 01 يبقى اللي بعدها هيبقى 02. طب النيم، عايز تسمي الديتيلة دي ايه، تبدأ تختار اسم. طب عايز كرييت نيو ديتيل فيو بوينت، هتعمل واحدة جديدة ولا هتربطه بحاجة تكون موجودة قبل كده، تمام؟ هقول له بعد كده الماركر، تبدأ تختار شكل من أشكال الماركر، أهيت الماركر هيت، تبدأ تختار شكل الماركر، وهل أنت عايز نو ماركر ولا عايز بيلت إن ولا عايز ديتيل حاجة بالشكل ده. تبدأ تشوف لو ممكن تحمل حاجة برضو لو كل دول مش عاجبينك، تمام؟ تبدأ تدور على الديتيل ماركر. طيب انا هنا اقول له ايه، نو ماركر او بلت ان، تبدأ تختار الخطوط، انت عايز انهي فونت، عايز ارتفاع الكتابة، عايز تبدأ تختار كل الحاجات اللي انت عايزها. الماركر هيد تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه، وليكن مثلا مش حاجة بالشكل دوت، شو ريفرنس اي دي، شو نيم، تمام؟ هقول له ايه، اوكي. هبدأ ارسم، ممكن اقول له انا عايز شكل الجيومتري، ابدأ ارسم كده، ولما تخلص خالص تقفل، وبعد كده ايه تقول له انا عايز الكلمة اللي انا عايز هنا، اهو كولوم 02 كولوم، وبرضه ظهرت معايا هنا. ابدأ ادوس تبدأ تظهر لي التفصيلة بتاعتي اهي زي ما انت شايف. طب لو انا عايز اعمل ديتيلة منفصلة، ادوس هنا رايت كليك واقول له نيو ديتيل، بيعمل الديتيل ملهاش دعوه بالمبنى، ديتيل ابدا اكتب عليها تكست، وتبدا تكتب اللي انت عايزه. مثلا كولوم، مثلا تبدا تكتب اي حاجه انت عايزها، وتبدا ترسم اللي انت عايزه برضو، عندك لاين، عندك ارك، عندك سيركل زي ما انت عايز. الديتيل برضو دي ممكن تبدا تقول له ليبل، وتبدا تختار وتكتب اللي انت عايزه في قلب الديتيلة، تقول له مثلا ايه، اي حاجة بقى انت عايز تكتبها، قول مثلا سيكنس كذا، تبدأ تكتب له تفاصيل بتاعت الوول اللي انت عايزها، تمام؟ دي فكرة ان انا اعمل ديتيلز في برنامج الارشيكات.